يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد بأن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة؟ وما المراد بظهر الغيب؟ يعني وما هو بحاضر، يدعو له وما هو بحاضر ولا يحيي، يدعو له من باب المحبة له، فإذا دعا له قال الملك آمين ولك بمثلها. إذا دعوت لأخيك وهو غائب أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثلها. نعم.